مرحبا بكم في مركز أسنان لصحة الفم والأسنان. في الواقع إن هذه العبارة ليست من العبارات التي نستخدمها بصورة شائعة، لأن ضيوفنا يتم استقبالهم في المطار وليس في باب المشفى. ستشعرون بالراحة والرفاهية اعتباراً من أول لحظة لدخولكم لتركيا، فضلاً على الخدمات الجيدة والموظفين الذين يستقبلون ضيوفنا بوجوه بشوشة ومرحة. يساهم مركز أسنان لصحة الفم والأسنان على تلبية كافة احتياجات المرضى من مواصلات وسكن، وتخلصهم من هذه المآزق. بعد انتهاء المرضى من رحلتهم على متن الطائرة، يتم استقبالهم مع مرافقيهم بحافلاتنا الخاصة والسريعة لنقلهم إلى الفنادق الفخمة التي سيقيمون فيها. كما يساهم المشفى على جعل كافة ضيوفنا من المرضى ومرافقيهم يشعرون وكأنهم يقيمون في منازلهم، ويقدم لهم كافة أساليب الراحة، وتوفر لهم جو العائلة في كل مرحلة علاجية يتعرضون لها. يهدف مركز أسنان لصحة الفم والأسنان على توفير الراحة لكافة ضيوفنا اعتباراً من أول لحظة استقبالهم في المطارات وطوال فترة العلاج من خلال فروعنا الأربعة الكائنة بمدينة إسطنبول بتصاميمها الحديثة والبناء المعماري المذهل التي تتمتع به. بعد استقبال المرضى وعوائلهم بأكمل وجه، يقدم لهم إمكانيات المعالجة الطبية وفقاً للمعايير الأوروبية من خلال كادر كبير يتألف من 60 طبيباً في مجال طب الأسنان، من بينهم 25 طبيباً أخصائياً في مجال طب الأسنان. إن الأجهزة الحديثة والمتطورة والتكنولوجية التي يتم استخدامها في مشفانا مع مجموعة ضخمة من الأطباء والأخصائيون المتفوقون في مجال اختصاصاتهم تساهم بشكل كبير في معالجة المرضى بشكل أفضل ووفقاً للمعايير العالية الجودة. كما أن مركز أسنان لصحة الفم والأسنان قامت بوضع كل التفاصيل بالشكل الذي يتوافق مع النظم والأساليب الحديثة، فعلى سبيل المثال نظام الرشح العالي المتطور الذي يستخدم في التهوئة الداخلية. كما تم تجهيز أحد فروعنا الكائنة في منطقة توبكابي بـ12 وحدة متطورة وحديثة وغرفة عمليات خاصة بالعمليات الشاملة. تخضع كافة الأجهزة في مشفانا حتى التي لم تستخدم بعد في الفم إلى عمليات تعقيم وتطهير من خلال جهاز بلاس الخاص بالتعقيم لتوفير النظافة والصحة للمرضى في المشفى. يتم تنفيذ عمليات التعقيم خطوة بخطوة من قبل كادرنا المؤلف من مجموعة ضخمة من المتخصصين والمحترفين الذين يتابعون هذه الأعمال بدقة متناهية وفقاً للإجراءات المعمولة. كما يتم إجراء مراقبة مكثفة ودقيقة ريثما يتم التأكد من صحة ونظافة الأجهزة والأدوات 100%. وبهذا يقوم مشفانا بتوفير كافة أساليب العلاج براحة وطمأنينة لكم، ويجعلكم تشعرون بثقة زائدة لمعالجة مرضاكم. مركز أسنان لصحة الفم والأسنان مستعدة دائماً وأبداً لتقديم كافة الخدمات لضيوفنا الكرام مع طاقمها المكون من مجموعة كبيرة من العاملين والأطباء. مركز أسنان لصحة الفم والأسنان تتمنى لكم الصحة والعافية.